كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كمجتمع مدني تنهنئوا هذا اليوم الوطني ديال الامن وتنشيدوا بالمجهودات الجباره والكفاءه العاليه اللي تمتز بها الامن في مدينه الصويره حاليا مقارن مع بعض المدن الاخرى، وكما تنشيدوا برئيس المنطقه الامنيه ولا بالضباط كلهم ولا بالمجتمع المدني ديال مدينه الصويره حتى هو تنشيدوا به، لانه تدخل في اي وقت لا بالكلمه ولا بالمراسلات ولا باي حاجه. وهنيئا لنا وهنيئا لهم. كنهنئوا المديريه العامه ديال الامن الوطني بذكرى 67 اليوم. الصويره كتعرف واحد الاستقرار، واحد الهدوء اللي هو بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل المديريه العامه للامن الوطني وعلى راسها الرئيس الاقليمي والضباط. اليوم الحمد لله الصويره كتعرف واحد القفزه نوعيه، وكنحيوهم من هذا المنبر وكننشيدوا بهم، والشكر الجزيل واللي مات الله يرحمه واللي باقي الله يطول في اليوم الوطني الامن الوطني اللي كنحييو هذا الفئه في المجتمع الصاهره على الامن وحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين، وعلى راس هذا الجهاز المؤسسه السيد عبد اللطيف الحموشي كنقدموا له من الصويره الشكر ديالنا والامتنان الكبير. وبالنسبه لاقليم الصويره المؤسسه الامنيه التي تراسها السيد عفيف محمد رئيس المنطقه الامنيه كنحييه وجميع الطاقم اللي كيشتغل تحت الاشراف ديالو لاستتباب الامن والحفاظ على سلامه وارواح والقطع وضرب من يديد كل من سولت لنا نفسه دابسو الاسر وما يسيء الاسر. ومن هنا كنحييكم كنحيي هاد الفئه هادي اللي واللي مات فيهم استشهدوا الله يرحمهم ويجد عليهم الرحمات، واللي باقيين الله يحفظهم بحفظ جلاله الملك محمد السادس. السلام عليكم. اليوم الحضور ديالنا يعني بمناسبه اللي هي غاليه على المغاربه جميعا، هي ذكرى تاسيس المديرية العامة للأمن الوطني الذكرى 67، وهذا بالمناسبة هي ذكرى تنجزتو من خلالها يعني تضحيات الجسام التي قدموه رجال ونساء رجال الأمن، وبالخصوص مدينة الصويرة تنشكروا مجهودات يعني الجبارة التي تقوم بها رجال ونساء الأمن من أجل استتباب الأمن والأمان بهذه القلعة العلوية الشريفة. ويعني كاين تضحيات اللي هي جسام تيقدموها، ومن هذا المنبر تنشكروا يعني رئيس المنطقه الاقليميه اللي يعني يسهر على استتباب يعني التعليمات ديالو يعني باش تكون واحد التغطيه امنيه، خصوصا وان مدينه الصويره هي مدينه المهرجانات بامتياز، يعني تتعرف واحد مجموعه من الانشطه على مدار السنه، وبالتالي تيكون واحد التعبئه امنيه يعني في المستوى. ايضا دون ان ننسى يعني باش نذكروا بالمجهودات الجباره التي تقوم بها الرئيسه يعني الفرقه الوطنيه فرقه الشرطه القضائيه يعني محاربه الجريمه، وبخصوص يعني تجار المخدرات، يعني بخصوص بانه مدينه الصويره هي انتشرت فيها مؤخرا ظاهره ديال البيع ديال القرقوبي. ومن هذا المنبر تنشكروا يعني الرئيس الفرقه ديال المحاربه ديال العصابات وديال المخدرات. بهذه المناسبه ديال الاحتفال ديال الاسره الامن الوطني بذكرى ديال تاسيس الامن الوطني ذكرى 67، كان الحضور ديالنا والمشاركه ديالنا في هذا الاحتفال اللي كنعرفوا في هذه الظرفيه، لانه
الاشتغال ديال الامن الوطني على المستوى المحلي مدينة الصور انه يرقى المتطلعات ديال الساكنه الحمد لله رغبه بعد ما غاديش نقولوا النواقه وانما بعد الاكراهات اللي كيعرف هذا الجهاز محليا، ولكن كيتبين لنا بانه راه كاين الاشتغال وكاين واحد التواصل مع المجتمع المدني ومع الساكنه على راسهم. وكنشكر بهذه المناسبه جميع التلوينات ديال الامن الوطني والفرق بالمشاركه، كما ننسى المشاركه ديال السلطه الاقليميه المساهمه ديالها في, 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 في الامن والامان ديال الساكنه. تنهنوا الناس ديال رجال الامن بهذه الذكرى ديال 16 ماي اللي هي ذكرى غاليه على جميع المغاربه ومنهم خصوصا مدينه الصاويره اللي تعيش الامن والامان بهذه المناسبه. وتنشكروا الناس جميع الناس اللي اسمو الاشراف ديالهم تحت السي عفيف والدراجين، حتى ما ننساوهمش بين هاد الناس تمر تيقوم بواحد المجهود جبار. وتنعيشوا الامن والامان من نهار في هذه الذكرى هذه وتحت الرعايه ديال جلاله الملك الله ينصره حتى هو، ونطلبوا الله له الشفاء والعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.